تصعد ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة من جرائمها في نهب أراضي المواطنين بقوة السلاح. ميليشيا الحوثي دخلت البيوت وكسرتها وشرقتها ونهبت بيوت المواطنين، هذا أثار الدمار من ميليشيا الحوثي. لم تتوقف آلة الإرهاب الحوثي من إزهاق أرواح المواطنين المتشبثين بأرضهم في تهامة، ولم تجف بعد دماء الضحايا في القصرة والحسينية والمغلاف والضحي والزيدية والقناوز، ليقدم قيادي في ميليشيا الحوثي الإرهابية بقتل 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين بينهم نساء وأطفال لدى اغتصاب أراضيهم في قرية الحنبلية بمديرية الحجيلة. إنما يحدث في محافظة الحديدة من انتهاكات من قبل الحوثيين من قتل وتدمير. أحد الحوثيين المشرفين الذي قتل 5 من أفراد أسرته وجيرانه، هذه تعتبر جريمة شنعاء يدان عليها القانون. وفي تطور لاحق، استحدثت ميليشيا الحوثي الانقلابية محكمة ونيابة في مديرية الجراح لنهب ممتلكات المواطنين المتفجرة، أيضا انتهاكات بخصوص الأراضي كثير، آخرها في جنوب بيت الفقيه التي اقتحمتها الميليشيات بأكثر من 35 طقم. المنظمات الحقوقية الدولية للأسف عاجزة عن ردع الميليشيات. اتفاق استوكهولم أيضا للأسف كان اتفاق مشؤوم على محافظة الحديدة. وأظهرت وثيقة صادرة عما يسمى بمجلس القضاء الأعلى التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية قرارا بإنشاء محكمة ونيابة الجراح الابتدائية لتتولى مهام تبرير نهب ميليشيا الحوثي وقياداتها ومشرفيها لأراضي وأملاك المواطنين بأحكام قضائية باطلة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.